السيسي يوجه الحكومة بالعمل على رفع كفاءة الخدمات وتقديمها إلكترونيا للتيسير على المواطنين. غدا شكري في إثيوبيا لمتابعة نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة. ووزير الصحة يتابع آليات تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد ببورسعيد، ويؤكد أن الخدمة ستختلف بعد تنفيذ القانون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل البدء في عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها. وخلال اجتماعه بالقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط ونائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وجه الرئيس بمواصلة الجهد لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيا، فضلا عن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادي لخدمة خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. من جهتها استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، كذلك الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري. للمزيد مشاهدي الكرام ينضم إلي النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. أهلا بحضرتك سيادة النائب، والحديث بداية عن توجيهات الرئيس بتوفير وسائل النقل والمواصلات قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هل هناك جدول زمني بذلك؟ تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين. بداية تصحيحا، أنا عضو لجنة النقل والمواصلات، مش الوكيل لجنة. تمام يا فندم. في الدور الناقد الحالي. تمام. حضرتك زي ما حضرتك تفضلت ونوهت في عناوين النشرة، الرئيس مهتم بشبكة الطرق وتفعيل شبكة الطرق قبل الانتقال للعاصمة الإدارية. المراقب للمشهد في الفترة اللي فاتت وفي خلال الفترة البسيطة اللي عدت من عمر الدورة الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد في إنجازات على أرض الواقع بتتم كل يوم في مصر، خاصة في مجال الطرق، الاهتمام بالشبكة القومية للطرق واللي بنشهده على أرض الواقع بيقول إن ديت شيء مهم جدا لعملية التنمية وعملية التبادل التجاري. و زي ما سيادته أشار في المؤتمر كان موجود في شرم الشيخ الأخير الخاص بأفريقيا بأنه مهتم أيضا بعمليات مد خطوط الطرق لأفريقيا علشان خاطر التبادل التجاري وعلشان خاطر يعمل عملية ربط للفات من عمرنا الفترة 30 سنة اللي عدوا للتجاهل لأفريقيا اللي موجود حاليا في مصر من نهضة في مجالات الطرق. هذا الأمر وإن كان الكل بيستغرب وبيقول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن اللي حاصل على أرض الواقع من الشبكة القومية للطرق واللي كان أخيرها افتتاح طريق شبرا بنها الحر اللي وفر علينا إحنا أهل منطقة وسط الدلتا ومحافظة الدقهلية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط في وصلة كنا بنقطعها في ساعتين وساعة ونص على الأقل ما بين بنها حتى مدخل شبرا، الآن من بوابة الرسوم حتى وصلنا إلى كوبري بنها علشان نركب الطريق ما بين بنها المنصورة بناخدها في أقل من 20 دقيقة. ده إنجاز بيضاف للإنجازات اللي توفير الوقت والمال والجهد واستخدام الوقود، بالإضافة ان احنا في الوصلة ديت بدأنا نعمل
تطوير لوصلة بنها المنصورة عن طريق إنشاء 5 كباري في المناطق اللي هي فيها تكدسات سكانية، سواء منطقة كفر شكر ومنطقة دقدوس ومنطقة سهرقت ومنطقة بشلي ومنطقة النمل. النهضة اللي بتشوفها مصر في مجال الطرق هو ده اللي بيخلي رسالة الرئيس يؤكد على ضرورة الإنتاء من شبكات الطرق في العاصمة الإدارية، اللي هي بالفعل هتنتهي، في حاجات منها انتهت بنسبة 60 و70%، لكن قبل الانتقال الجزئي للعاصمة الإدارية اللي هيتم في نهايات العام القادم نقل بعض الوزارات ومجلس النواب أعتقد في 2019 هيكون تم الانتهاء من جميع شبكات الطرق في العاصمة الإدارية الجديدة بإذن الله. وأعتقد أنه يعني هناك تفصيلات كثيرة كمان تخص وسائل النقل وطبيعة المركبات والشكل من أجل ضمان عدم الازدحام المروري. شكرا جزيلا لك النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للقاء نظيره الأثيوبي ومتابعة تعاون ثنائي ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. هذا ومن المقرر أن يطرح شكري خلال زيارة أفكارا ومقترحات للمساعدة في التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري وضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد، كما سيبحث التنسيق مع وزير خارجية إثيوبيا بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء هيلا مريم إلى مصر والمقررة يناير المقبل، ومتابعة الموقف من الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة. استقبلت بطريركية الأقباط الكاثوليك برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي قدم تهانية لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد. من كل قلبي وباسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر برحب بقداسة البابا تواضروس. استقبلت بطريركية الأقباط الكاثوليك برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي قدم التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي يبدأ في ليلة 24 ديسمبر ويستمر حتى نهار 25 ديسمبر. طبعا عيد الميلاد بالنسبة لنا هو ميلاد المسيح وكلمة الله ومحبة الله اللي بتصير إنسانا بالنسبة لنا، وبيخلينا نكتشف قد إيه إنه ربنا بسيط جدا، هو العظيم بيصير بسيط، فعشان كده ده بيخلينا نكتشف قيمتنا وكرامتنا كبشر. والحقيقة فرحة الميلاد هي فرحة الحاجة الجديدة، زي ما كل أي بيت بيفرح بأي مولود بيجي، البشرية كلها بتفرح بمجيء السيد المسيح. وما تنسيش حضرتك أن في ميلاد المسيح صار الزمن منقسما إلى ما قبل الميلاد وإلى بعد الميلاد. ثم توجه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى بطريركية الروم الأرثوذكس رغبة منه في مشاركة جميع الطوائف المسيحية لاحتفال بعيد الميلاد والذي يذكرنا دائما بمبادئ السيد المسيح والسلام الذي نشره في العالم. عاوز أقول للشعب الإبطي والشعب المصري بالعموم إن السماء بتحطنا كلنا مع بعض وبتحبنا بالتساوي، عشان احنا لازم نعيش مع بعض كلنا ايد واحدة هنا في مصر ونحقق المحبة والسلام اللي هي رسالة الميلاد. جاتو كارلوتو نانثروبون كسان طيبين، ويعني وجود بابا تواضروس في الكنيسة النهاردة ده شيء مشرف جدا لينا، واحنا بنحب نشكره على تواجده معنا وانه احنا يا رب نكون دايما كلنا طوائف واحدة في يعني مصر وكلنا نحب مصر جميعا. في ظل حماية أمنية وضعتها وزارة الداخلية لتأمين مداخل ومخارج والطرق المؤدية من وإلى الكنائس، أقيمت الاحتفالات بصلواتها واجتماعاتها العائلية ووضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا لنستقبل عاما جديدا. لمياء حمدين، أونلاين. وصل مديري الأمن بمحافظتهم جولاتهم الميدانية التي تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، كذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.
واصل مدير الأمن جولاتهم التي تهدف إلى الاطلاع ميدانيا على الإجراءات التأمينية المتخذة بمحيط دور العبادة المسيحية كل بنطاق مديريته، وحرصوا على مناقشة القوات في عمليات التأمين ومدى استيعابهم للخطط الأمنية الموضوعة للتأمين. وجهوا القوات بالاستنفار التام واليقظة مع التعامل الحاسم مع أي خروج على القانون. كما نبهوا القوات بإجراء عمليات تفتيش للمترددين على الكنائس باستخدام البوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن، والحرص على أن يكون هناك حرم آمن أمام الكنائس، وإجراء عمليات تمشيط مستمر بهدف تأمين المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد. وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية. هذا وشدد رئيس مجلس النواب علي عبد العال بضرورة مراجعة الحد الأقصى للأجور لجذب العلماء والدارسين والباحثين المصريين في الخارج، فيما طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم التقيد بالحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين في الوكالة ومجلس إدارتها. كما وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. تفقد دكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عددا من مستشفيات بورسعيد لمتابعة آليات بدء خطة تنفيذ قانون التأمين الصحي. وخلال اجتماعه بقيادات التأمين الصحي أكد الوزير أن الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ستختلف بعد تنفيذ القانون الجديد، مشيرا إلى أنه ينص على إنشاء هيئة للرقابة على الخدمة الصحية يرشح مجلس إدارتها رئيس الجمهورية. الخدمة الصحية هتختلف، لأن زي ما أنا قلت مرة وأنتوا سمعتوا أن القانون ده عبارة عن بيمثل في طياته ثلاث هيئات: هيئة اللي بتلم التمويل، وهيئة اللي هي عندها المستشفيات ودي بنسميها هيئة الرعاية الصحية، والهيئة الأهم هي هيئة الاعتماد والرقابة والجودة. الهيئة دي مجلس إدارتها اللي بيرشحه وتبعيته لرئيس الجمهورية. قال وزير الصحة أحمد عماد الدين كذلك إن الوزارة تطور عددا من المستشفيات في محافظة بورسعيد للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن. أهل هذه المستشفيات، احنا قدامنا، احنا بقالنا فترة بنأهل. الزهور تم اعتمادها، مصح البحر بتاعت النساء والولادة مستشفى جديدة افتتحها سيادة الرئيس في مايو اللي فات. بور فؤاد بيتم استكمال الجزء الثاني بتاعها. المبنى الخرساني بتاع النصر هيبقى عبارة عن مستشفى أورام أطفال. مبنى مستشفى التضامن بتاع التأمين الصحي هيبقى أورام الكبار. مستشفى الرمد اللي موجودة هيتم تطويرها. مستشفى الأمراض النفسية اللي موجودة هيتم تطويرها. المبنى بتاع بورسعيد، مستشفى بورسعيد العام، في مبنى اكتمل، هيتم اكتمال في خلال الست أشهر دول قسم للطوارئ فقط، مستشفى للطوارئ فقط هيتم استكمالها. التقى وزير الداخلية لواء مجدي عبد الغفار نقيب صحفيين عبد المحسن سلامة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين. خلال لقاء أشاد وزير الداخلية بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات الصحفية في خدمة قضايا الوطن ومساندتها جهود رجال الشرطة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز العلاقة التكاملية والشراكة مع المؤسسات الصحفية والإعلامية كافة من خلال التنسيق وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه الصحفيين أثناء أدائهم واجباتهم، إدراكا لأهمية الرسالة الإعلامية في دعم القضايا الوطنية وإيضاح الحقائق للرأي العام. من جانبه أعرب نقيب الصحفيين عن خالص تقديره للجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة وبالتعاون الوثيق الذي تتيحه الوزارة لمجالات العمل الإعلامي، مؤكدا طيب العلاقات التي تربط الجانبين. أجرى هشام عرفات وزير النقل جولة مفاجئة بمحطة مصر، تفقد خلالها أرصفة المحطة لتفقد سير العمل. وخلال الجولة أكد الوزير أن السكة الحديد يجري تطويرها في كل القطاعات، حيث يتم تطوير المزلقنات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، لافتا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة، كما سيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة. مشاهدي الكرام، هذه النشرة تتواصل بأمر الله بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد.
كشفت المكالمة الهاتفية المخادعة التي وقعت فيها مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على يد ناشطين روسيين عن أن تحرك مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الذي أدى إلى رفض القرار الأمريكي المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لم يكن من الحكمة في مجلس الأمن أن يعمل للمرة الثانية ضد الولايات المتحدة. ما هو رأيكم في هذا؟ تعني لماذا حدث التصويت ضدنا في مجلس الأمن؟ وهل يمكن لروسيا أن تفعل غير ذلك؟ من الواضح أن الروس لم يقدموا شيئاً. أعتقد أن الفلسطينيين بالإضافة إلى مصر فعلوا ذلك من خلال جماعة الدول العربية، ولا أعتقد أن الروس فعلوها، ولكن التحرك في مجلس الأمن والتصويت تم من خلال جماعة الدول العربية. ولكن أنت تعلمين أننا معكم. نعم، ونحن نقدر لكم ذلك كثيرا، ونتطلع إلى المزيد من العمل المشترك في مجلس الأمن من خلال علاقتنا القوية. أعلنت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنها ستجري تخفيضات كبيرة في ميزانية الأمم المتحدة خلال السنوات المالية القادمة. وجاء في بيان أصدرته البعثة الأمريكية أن ميزانية الأمم المتحدة للعام المقبل ستشهد تخفيضا يصل إلى 285 مليون دولار من ميزانية العامين الماضيين. ونقلت الصحيفة عن البعثة قولها إنه جرى أيضا تقليص إدارة الأمم المتحدة المتضخمة ومهام الدعم، وإن تخفيض نسبة إسهام الولايات المتحدة ماليا في الأمم المتحدة كان أحد الأهداف الخاصة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعم حزم الإدارة المصرية الواضح في القضاء ودحر الإرهاب، مؤكدا أن القاهرة وموسكو تربطهما علاقات استراتيجية تتطور يوما بعد يوم في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو التجارية أو غيرها. زملائنا المصريين نتعاون بشكل مكثف ومنذ وقت طويل، فإن الشراكة الاستراتيجية تتطور بيننا في جميع المجالات، وأيضا في الاقتصاد والتجارة والاستثمار المشترك. فلدينا مشروع بناء القاعدة النووية، المحطة النووية الكهربائية، وأيضا المنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى الاتصالات الإنسانية الثقافية. وطبعا التعاون العسكري له علاقة مهمة وله مكان ودور مهم، علما وأخذا بالحسبان الخطر الناتج عن الإرهاب في هذه المنطقة، فيتم شعور بهذا الخطر في مصر بشكل خاص. فنحن طبعا ندعم الحزم الواضح للإدارة المصرية حول ضرورة القضاء على الإرهاب في هذه الدولة، فإن التعاون العسكري بين دولتنا بشأن نقل وتأمين السلاح للعمليات لمكافحة الإرهاب، كل ذلك يتدور بشكل مكثف. ولدينا أيضا اتصالات مكثفة على مستوى الخبراء العسكريين. هذا وقال لافروف إن توقيت الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع للمناقشة بعد. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن عدم إجراء اجتماع رسمي بينه وبين ترامب يظهر أن العلاقات الروسية الأمريكية لم تتجاوز الأزمة القائمة بين البلدين. تقدمت قوات الجيش السوري في شرق وجنوب بلدة جن آخر جيب تسيطر عليه قوات المعارضة المسلحة في الغوطة الغربية. وقال الجيش السوري أنه طوق بلدة مغر المير عند سفوح جبل الشيخ مع تقدمه صوب بيت جن وسط اشتباكات عنيفة. تعد بلدة بيت جن منطقة حدودية استراتيجية مع لبنان وإسرائيل، وكانت المعارضة سيطرت عليها منذ بدء هجوم قبل أكثر من شهرين. قتل أكثر من 50 مسلحا من ميليشيات الحوثي في غارات لتحالف استهدفت تعزيزات عسكرية في جبهة الساحل الغربي باليمن. في سياق متصل دمرت مقاتلات التحالف صاروخا باليستيا مع منصتها أثناء محاولة عناصر ميليشيا الحوثي تجهيزه وإطلاقه في منطقة رأس عيسى بجبهة الساحل الغربي. حملة ممنهجة من الرئيس التركي رجب إردوغان للسيطرة على الدولة التركية بكل أجهزتها من خلال الاعتقالات والفصل التعسفي ضد من يرى فيهم إردوغان تهديدا لسطوته. فبعد اعتقالات طالت الجيش والشرطة والإعلام والقضاء، بات الجهاز الإداري للدولة في مرمى نيران الزعيم الحالم بالخلافة. تدهور غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان في تركيا بحسب منظمات وهيئات دولية.
فمنذ مسرحية الانقلاب الهزلية اتخذت السلطات التركية نهجا غير مسبوق في اعتقال آلاف المعارضين وإقصاء عدد كبير من رجال الشرطة والجيش، ناهيك عن سياسة تكتيم الأفواه من إغلاق لمنصات إعلامية واعتقال ممنهج للصحفيين في انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. وفقا لمنظمة حقوق الإنسان التركية، فخلال عام 2017 بلغت أعداد المعتقلين في السجون نحو 230,735 شخصا، وقد انتهكت حقوق المعتقلين في السجون بسبب القيود والمواقف الفعلية في عمليات التنفيذ التي أقرتها مراسم تشريعية لها قوة القانون، كما ازدادت الشكاوى حول منع المرضى المعتقلين والسجناء من تلقي العلاج، بل وحرمانهم من الاستفادة بحقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والدساتير، حيث تم اعتقال نحو 423 شخصا وتعرضهم للضرب وغيره من أساليب التعذيب، إضافة إلى 2278 شخصا آخرين تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية في المظاهرات والتجمعات التي تدخلت فيها قوات الأمن، بينهم 2000 خارج أماكن اعتقالهم. وفي سياق الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها حرية التعبير والإعلام في تركيا، شهدت البلاد في 2017 القبض على أكثر من 82 صحفيا وفتح تحقيقات مع أكثر من 35 صحفيا وتعرض أكثر من 9 صحفيين لاعتداءات. وفي العام نفسه تم غلق 318 وسيلة إعلامية شملت 88 جريدة و17 مجلة و120 محطة تلفزيونية وإذاعية، إضافة إلى 58 موقعا إخباريا. تركيا تسير نحو ديكتاتورية غير مسبوقة تلتف من خلال تغيير قوانينها ودساتيرها لتتماشى مع أحلام أردوغان الحالم بإمبراطورية عثمانية قد عفى عليها الزمن، حتى ولو على حساب الأتراك أنفسهم الذين يعانون من ويلات تلك الأحلام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها. السيسي يوجه الحكومة بالعمل على رفع كفاءة الخدمات وتقديمها إلكترونيا لتيسير على المواطن. غدا شكري في أثيوبيا لمتابعة نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة. ووزير الصحة يتابع آليات تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد ببورسعيد ويؤكد أن الخدمة ستختلف بعد تنفيذ القانون. شكرا لكم بأمان الله.